اهلا بيكو، فيديو جديد وحلقه جديده من وضعنا شو. بقالي كتير واخد اجازه، بقالي كتير مريح، اولموست سنه. شكرا ان انتوا كنتوا متقبلين غيابي، شكرا ان انتوا سبتوني اخد اجازتي وراحتي اللي انا كنت محتاجها. بمناسبه رجوعي كتبت لكم اغنيه، حبيبي يا عاشق يا حر زي الطير، شاور هقول حاضر انا في الحب قلبي اسير، الحلم ده حلمنا ووضعنا شو من حقنا، مين اللي هيمنع فان انه يطير للسما. طبعا دي اغنيه مش هقول كاتبها الفن ذاتي، بس كاتبها لاسرتي وعيلتي، اسره الوضعنجيه. اخيرا حصل اللي انا كنت بتمناه من زمان، حصل الحاجه اللي انا بقالي سنين بحلم بيها. هاديه غالب عملت رياليتي شو، دي حاجه بجد كنت كل يوم اخش عند هاديه اقول لها هاديه انت لازم تعملي رياليتي شو، هاديه انت لازم تعملي حاجه. بجد كنت بسبام المسجات عندها كل يوم اخش ابعت لها. أنا ما أعرفش مين هادي غالب، أنا كان كل علمي إن هي حد عندها براند انتربرينور شاطرة. سألت مين هادي غالب، قالوا لي إن هي حد من الناس اللي هي كانت بتعمل فاشن فيديوز من زمان، يعني من الرواد في المجال ده. فقلت ماشي حلو، بحب لما حد يبقى بيبتدي حاجة أو بيبقى هو أول واحد عمل الحاجة دي. وبعدين ما أعرفش ليه الريالتي شوز دي دايما اللي بيعملوها بنات أغنياء، يعني ليه عمرنا ما شفنا مثلا ريالتي شو عن عادل شكل. فيلا نشوف. انفلونسر هادية غالب. هادية غالب، هادية غالب is not a mayo، هادية غالب is a statement. تمام، هادية غالب ما طلعتش انفلونسر ولا انتربرينور ولا طلعت مايو، يعني هي طلعت statement. مش عارف يعني ايه statement، يعني بس اعتقد حاجة اجمل من انتربرينور. دبي يا مان، احنا في دبي، ده الستيتمنت، ده زي الرسمي للستيتمنت. انا مش عايز ابقى باوفند، يعني ده الصراحه سيرك او حاجه عندها فقره هناك. طب ديسكليمر قبل ما نبتدي، اي حاجه هقولها في الحلقه دي بجد ما قصدتهاش. هذا شخص ناجح هو للناس بس بتحدف عليه توب، بس الشخص اللي مش ناجح ما حدش مهتم بيه. يعني مين هيبقى مهتم ان هو يحدف توب على واحد مش ناجح؟ هو اصلا مهدوف عليه توب من طوب الارض. فاحنا هنا بنسف عادي، بنقول راينا، بنهزر، والاوتفيت ده بصراحه وحش يعني. بس انت هادية، يعني مش هنحاول، يعني احنا كلنا عارفين ان انت بتلبسي حاجات مثيره للجدل، بيبقى قصدي ان انت تشعللي الدنيا كده في الكومنتات. فده لبس مروده اسود في السيرك كوم، بنوته قوي ساعه عربيه اللي هو حاطه الدركسيون كده اللي هو. جماعه عندي احلى اخبار، I'm so excited. قول لنا بقى الاخبار الحلوه. ايوه عايزين نعرف بقى. وانتوا طلبتوا مني كتير قوي اعمل الموضوع ده. يا جماعه I'm starting، ده اول سين فرياليتي شو. يس يس. وبسبب ال very very important announcement دي، انا لابسه اوتفيت خطير، وبعدين انا رايحه دلوقتي على البيت كمان علشان متحمسه هلبس اوتفيت اخطر عشان عندي بارتي. فستاي تيوند، حاجه كبيره. I have a party for someone really close to me. Their birthday. هيكون في من 10 ل 15 حد من my loved ones, close people, family and friends. I'm really excited for it. هل ده قرار صح او غلط؟ يبروديوس رياليتي شو لينا. ستيف انا خايفه من الكومنتس اللي هتجيلي على شعري. على فكره يا ستيف هيبهدلوني في الكومنتس، انا عارفه. اعتقد الشعر عادي يعني لذيذ، الكلام مش في الشعر، المشكله في الاوتفيت اللي انت هتلبسيه. طب والله الفستان شكله لذيذ. تعود انا على الالوان الهاديه دي منك. هادي هاي هاديه، مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، بس انا هقولها على طول. احنا اتكلمنا وقررنا ان احنا مش هنطلع في الشو نعمل ده. انا اسفه مره بقول لك لاست مينت، بس احنا اتكلمنا مع بعض وده كان القرار الاخير. يعني هارد بروكن. مش فاهمه ولا مش فاهمه حاجه ولا مش فاهمه حاجه. قرار لاست مينت مش هيطلعوا يعني يعني انا مش مصدقه. انت اكيد بتعملي فيا برانك صح؟ اكيد بتعملي، اكيد يا جماعه انتوا بتعملوا فيا برانك اكيد. مان بتهزر يا مان، انا لبست الاوتفيت، بتهزر ولا ايه؟ هادي برانك ايه اللي انت بتقولي عليها؟ هو انت اللي بتعمليه، انت هو اللي برانك يعني. المفروض الوقت ده يبقى لينا نستمتع مع بعض جروب اوف فريندز، مش انه يطلع في شو ويتعمل ويتشاف الناس كلها، واحنا وي ار نوت ريدي تو بي بارت اوف ذس. والله يعني هي وجهه نظر، يعني مش لازم كل حاجه تتصور، ساعات بنبقى عايزين لحظه حميميه ما تبقاش فيها كاميرات. اعتقد حق الشباب يعني ان هم ما يطلعوش في الشو. مش فاهمه جايين تقولوا لي الكلام ده دلوقتي؟ لما احنا قلنا لك اوكي انت كنت حاطانا في الامر الواقع، ما
اديتيناش فرصه ان احنا نقول لا حتى نفكر، لكن بعد ما فكرنا اخذنا القرار ده. جماعه احنا بقالنا شهر ونص بنتكلم في الموضوع ده، فين الجديد؟ كده لله في لله تقرروا في نفس اليوم ان انتوا مش عايزين تطلعوا؟ لا بصراحه ان هم يقرروا في نفس اليوم ان هم مش عايزين يطلعوا حركه مش حلوه بصراحه، يعني كنتوا اقولوا لها من قبلها بشويه عشان تبقى مجهزه. ماشي بصراحه انا مش عارفه اقول ايه غير ان انا يعني ونعمل الاصحاب. اصعب حاجه ممكن تحصل لك لما الطعنه تجيلك من اعز اصحابك، تبقى فاكرهم هيطلعوا معاك في رياليتي شو وفجاه يكلموك يقولوا لك امسح كل صور يا احمد، ما تجيبش سيرتي ولا اسمي على الفيس ولا على الواتس. ثانك يو فيري ماتش. هو دي اول مسج تبعتها لصاحبتها؟ هي مش دي بتاع السفره دي بيجيلك لما تبقى لسه بتكلم حد جديد تقريبا؟ شكلك اتعرفت على صاحبتها دي امبارح او حاجه، تلاقيها قابلتها في ايفنت مثلا. طب بقول لك ايه، هاجي اصور معاكي بكره ريالتي شو. تيبكال، انا بالنسبه لي ده تيبكال. بالنسبه لي امي وابويا بس اللي اقدر اعتمد عليهم. وقت الجد لو دخل مصالح وقت ومجهود وفلوس لا ما عنديش اصحاب. والله انا حاسس بيها، بختار شغلي على حساب my personal life. طب والله بجد انا حاسس بيها، يعني انا في اوقات كده مثلا ببقى متفق مع اصحابي نصور وبتاع وييجوا يلغوا في الاخر يقولوا احنا مش عايزين نطلع معاك، انت شكلك غريب وكوميديتك غريبه وبتاع، بتجرح الجرح ده يعني. بس عمري ما صورت نفسي وانا بعيط يعني، بس انا بعيط عادي. فاهمك يا هادي والله فاهمك. انا محتاجه اصور الفستان ده باي طريقه. لا لازم الفستان ده لازم هيتصور باي طريقه، لازم الحياه بتكمل. Life moves on هاديه، لازم نكمل. ما انا كنت محتاجه I blow off some steam واتكلم مع حد وكده، فاول ناس جم في دماغي هم عمر وجمانة لان هم الناس اللي وافقوا يطلعوا معايا في الشو ده. بصراحه الافيه ده انا سيرهم خد علي، مش عايزين نبقى معاكي و we don't want to be ومش عارف ايه وكده، قلبوا عليك الدنيا بهدلوني يعني. it's very short notice واكيد كان الامباكت بتاعها صعب، بس في الاخر حقهم يعني فاهم، بس كان لازم يكون اقدر شويه. بالظبط معاكي، بس you cannot blame them. والله الراجل ده بيتكلم في الصح. ركزي في الكويس، ركزي في الحلو، ركزي في في الحلو في اليوم اللي قبله. يعني شوفي الحلو النهارده ما لقيتيش، ركزي في الحلو في اليوم اللي قبله ما لقيتيش، ارجع اليوم اللي قبله ورانا ايه؟ ما وراناش حاجه. ده انا I think دي اكتر حاجه هتهديني. مش I think، انا I know. طب احكي لي ايه؟ تعالى اوريك. اوكي ده امتى بقى؟ He looks very decent. بتظبط هادية في ولد جديد في حياتها. ايوه يا عم الله يسهل له يا عم، ولع معاك على الاخر. ايوه يابا، ايوه يا اسطى، اكتر فيس تو فيس. وفي حاجه انا خايفه منها جدا بقى. انا مش عارفه هو to what extent he is okay at one point انت هتطلع معايا في السوشيال ميديا. هو لازم؟ لا مش لازم، بس في لازم جلمسز. لا مش لازم عادي، مش لازم خالص. ليه دي حاجه يعني؟ هو ايه حد يدخل حياتك لازم يتحط في وشه كاميرا يعني؟ مش من منطقتنا. مش من الشرقيه مثلا، مش من الجيزه، من البحيره، من محافظه ثانيه يعني. ماشي مفهوم، هو قط رايح راجع ولونج ديستنس، بس تمام يا هادي هنظبطها. النهارده قلت بقى ان انا it's time for a new statement، فاخدت العربيه للجراج عشان يعملوا لها a new color. ايه ده، انا اخر حاجه كنت اعرفها ان البنات بيغيروا لون شعرهم، بيغيروا لون ضوافرهم، بيغيروا لون العربيه ده جديد. بس هو لازم بتغير لون حاجه يعني، معرفش ليه البنات دايما بتعمل كده، بيتعاملوا مع جسمهم ان هو سكن، لازم كل فتره اكتئاب يشتروا سكنات جديده. احنا خمسه جد بقى رجاله. ماشي هقعد معاكي. انت بتساعدي دينا في الليسته بتاعه الانفلونسرز ولا لا؟ اي شيء بتبعت لي بعمله على الشبكه. طب اللي شغالين معاها دول ايه بقى يعني؟ برضو تمام ان هم يصوروا ولا دول ما عندهمش اختيار اصلا؟ بعتنا الحاجات للسعوديه. ماشي تمام. هلا هفولو اب اشوف الشغل اللي انت عملتيه ده تمام ولا ايه، اشيك كده لسته الانفلونسرز. ممكن تبص عليهم بس تديني رايك؟ بصي هادي هم مش كتير يعني، ممكن نطلع منهم. احنا بس ايه، اقعد بس يا مهدي عشان ما توترش. في موسيقى سسبنس، في حاجه غلط. معلش مهدي هات لي سكتش من هناك بليز، هتلاقيه على الترابيزه هناك. من هناك بليز. رايي ايه في ايه الديزاين؟ في حاجه غلط. حاجه زي كده تقلب لي الدنيا. حاجه زي كده. هات يا مهدي. هات تعالى بنعمل ديزاينز معينه، انا بقالي في الديزاينز دي سنه،
سنة بشتغل على الديزاين ده عشان أطلعه بالجريدينت ده بالألوان دي. انت عارفة ده علشان يتعمل تاني ياخد وقت قد إيه؟ شهرين على الأقل. مش مهم. الصيف هيخلص. بس عايز أعرف هو هل ده بجد في مشكلة حصلت في الشغل ولا ده عشان الريالتي شو؟ طب وإفرق كانت راحت الشغل لقيت الدنيا تمام، كانت الدراما هتيجي منين؟ مش عارف يعني، دي أسئلة عندي ما أعرفش إجابتها بصراحة. في الآخر تقطيع يبقى غلط؟ فأنا مع هادية من 2014 لغاية دلوقتي. طارق غالب حاج كبير زكا رايس عامل ايه؟ لازم مفيش غلطة، انا مش عايز اشوف غلطة، حتى لو هتخسر فلوس. عندك تخسر فلوس عن انك تخسر سمعتك واسمك. ما تقلقيش انا عارف الستوك، هنشتغل ما تقلقيش. كل ده عشان الجريدينت؟ الجريدينت ده طلع اهم من الشرف. اول ما هادية تخرجت 2014 ولقيتها يعني محتاجة فعلا خبرات، فقلت اروح معها اساعدها اكزيكتيف، بشتغل معاها في كل حاجه. الراجل ده شكله طيب قوي، يعني شكله طيب قوي ان هو يبقى بابا هاديه غالب. هاديه لازم تدخليني معاكوا في الموضوع ده في الجروب علشان في ترتيبات كتيره لازم اعملها. هاديه يا بنتي بعتلك اد على الواتس، وصلك ولا لا؟ الجروب بتاع الايفنت انا لسه ما اعرفش عنه حاجه. جروب ايه يا بابا؟ انا ما عنديش فيسبوك اصلا. عايز تعرف فيه ايه؟ نكون جهزنا كل حاجه. انا بجهز، انت فاكرني بلعب؟ كل حاجه متجهزه، وقريدي جالنا 40 واحد جاي وعاملين. اي مكان صغير قوي. لا مش صغير. تتكلمي في 30 متر. لا مش صغير. 30 متر. هي بارتي. دي بارتي. دي بارتي يا بابا. تخيلك انت في البارتيز والحاجات دي. انا قريدي ستريس انوف ان انا اقعد اشرح لك انا بعمل ايه. برضك في الجروب من فضلك عشان بس اطمن، قاعد خايف انا. لا هحطك ليه؟ ده ايفنت في الماركتنج. انا ماسكة الماركتنج بالكامل. انا مطلوب مني احضره؟ ايوه. طب ازاي هحضره وانا مش عارف ايه اللي بيحصل؟ ما قلنا بقى ما تدخلش في اللي مالكش فيه يابا، واحنا اللي هنعيده وهنزيده. ما قلنا لا. خلاص يا حاج كنت ما تقطعش قلبي، خلاص هدخلك انا في الجروب، هعمل لك انا جروب مخصوص. احضره كجست. انت عايز تدخل في الجروب ليه؟ اي حاجه في مصر. تبقى تدخليه بقى والنبي. النبي تدخليه. انا اللي ببيع، انا اللي بجيب الفلوس. انت تابوك يا بنت. دونت مايكرو مانج مي. لا اي بابي، انا الاو، انا السي او. سيو. حد يقول لابوه انا السي او؟ يا بنتي واحنا لينا في الدنيا بركه الا باهالينا؟ عيب عيب تقولي لابوكي حاجات زي كده. انا السي او وانا ال WWE. ما ينفعش. ساعدها على قد ما اقدر، عندها بريشرز كتيره قوي، فببقى خايف عليها كاب ان البريشر يبقى جامد فتتعب. فاهمك يا حاج والله، حقك عليا انا والله. عارف خلاص انت دلوقتي تقدري تعملي كل حاجه، بس لما هشوف يمكن اقول لك حاجه، يمكن اقول لك هنا خدي بالك من كذا بس. حاضر يا بابي، هدخلك في الجروب. يا من بدري. بابي از ماي بيست فريند. انا وبابي بنعمل كل حاجه مع بعض من وانا عندي 10 سنين. جت على الجروب يعني وبتكخه. ايام ما كانت لسه بتلعب باسكت كنت انا يوميا تقريبا معاها. يا حاج من ايام ما كانت بتلعب باسكت معايا، كنت عم من ايام ما كانت بتعمل بتبيع على روحها. عديت من الباسكت دخلت في حلم جديد. هو ليه شكله هنا بني ادم تاني؟ يعني انا ابويا سندي وظهري وحبي وكل حاجه، لو هو مش موجود هعمل ايه؟ كولابس. I will lose everything. طب هو فين الدراما يعني؟ انا مش فاهم. ما هو موجود عادي، وايه اللي حصل يعني؟ هو ايه دراما وخلاص؟ انا بحس ان البرنامج ده لو في واحد صباع رجله الصغير خبط في الباب هلاقي موسيقى فايلن دراميه اشتغلت، وهلاقي هاديه غالب بتعيط وكلوز ابس على وشها. لا انا نقطه ضعفي دموع الانتربرينور. ما تعيطيش هادي ارجوكي. انا قلت لك امبارح اهدي وبلاش ايموشن جامده كده. بطلي بقى دراما وافوره وحوارات. مامي جيت دبي عشان دودي بنتي اقعد معاها شويه، نفسيتها كانت مش مظبطه كده، قلت اروح لها شويه. الست دي تحسها ممثله، ممثله هي بتاخد دور الام دي. ايه عايزه تاكلي حاجه حلوه؟ ديفا. ديفا؟ اه عايزه نروح ديفا؟ تجيب لي علبه؟ هجيب لك علبه حبيبتي. عارفين يا جماعه الناس اللي هي القديمه المحترمه دي اللي هو شقيان طول اليوم كده واخر اليوم داخل البيت وبطيخه، هي دي الرجاله التمام. غاليه بس مش هنتاخر على هاديه. بس وعد. وعد اجيب لك طبعا يا حبيبتي. يا سلام. ايه المشكله؟ بعشقها افخم شوكولاته في العالم. هو ما قالش حاجه. هجيب لك افخم شوكولاته في العالم. بعشق. خلاص هجيب. فين البليزر؟ فين البليزر؟
هلا اقول لك لا سيبي البيز خلاص. دي مخرجه دي دي مخرجه ومنتجه و... خروج عائليه ظريفه في البليزر افتحيه. عائلة الغالب قاعدين بيشربوا كابتشينو في مول في دبي. جو لذيذ انترستنج. وي سبورت يو 100%. مش شرط كل واحد يسبورت. ايوه بس احنا كده بنرجع تاني لمرحله ان انا لوحدي. بقولون لي ليه مش يمكن تتجوزي وتخلفي قرطه عيال؟ لا انف انف. مثلا انا صدقت ان الشو ده حقيقي. شفت حد من بعيد بس انا عارفه طريقه المشيه. ايه اتخضيت بس قلت ده اكيد مش هو. مش عارفه ايه مش عارف بقى مش متأكدة. اتخضيت فجأة لقيته داخل في الكافيه. جيمي جيمي عم بتمشى كده صدفة رياليتي شو بتاع هادية بتصور. دلوقتي بقى بجد ابتديت اصدق ان الشو ده حقيقي. حبيبي ازيك؟ باي باي. اقفلي بقى دلوقتي عشان انا دخلت في رياليتي شو. باي باي باي. ايه الصدفة الحلوة دي؟ كيف طيب؟ حبيبي بعدنا الشميز الروز. ايه هاي كيفا؟ ايه اوكي؟ ايه الصدفة دي؟ يا ايمان بالك حلو بعدك أب. هاي جم جم. جالي نوستالجيا كده إحساس. جالي نوستالجيا. تخيل تبقى بالنسبة للإكس بتاعتك نوستالجيا. أنت حنين للماضي كده. أنت فيك ريحة الزمن الجميل كده. Can you see the gentleman? بعد وقت هلا لاحظت في كاميراز. لا رجل. في تصوير. أطلب. لا رجل. أنا. لا لا it's okay. ايه ده؟ هلأ لاحظت في كاميرز. هلأ لاحظت في كاميرز. ايه ده؟ احنا في رامز جلال ولا ايه؟ توفيق يا رب. ايه اخبار الاب؟ اوف احكي لي. خلاص اتس لانشينج هلا ان جولاي. عم نوظف ديفلوبرز. غيرناها اسمها تو سبارك. سو اسمها سبارك صار. Every match is a date. Very nice. For the past two years انا استثمرت بهالمشروع تبعي لانه حسيت في مشكله كبيره when it comes for people to meet people. لقيت طريقه to have an action before talking to go on a date. دي نظره ندم انا عارفها كويس. عارفها كويس يا هديه. انت دلوقتي ندمان ان انت سبتي جيمي عشان بعد ما سبتيه بقى عنده ديتنج اب قد الدنيا. فاهم. I'm very excited. الحمد لله جبنا. لما تعمل نفسك تمام بس انت من جواك مش تمام. المخرج عليه حاجات. انفسترز كبار وجبنا تيم. حلو الحمد لله. هلا صرنا 15 واحد هلا صرنا بالشركه ما شاء الله. انا الاب دي ساعدته فيها من سنتين. ده انا اللي عاملاه جيمي. ده هو نسي نفسه ولا ايه؟ جود خلاص نبقى نقعد بقى نتكلم ويل جيت سم شيرز من عندك. جيمي المفروض يدينا اكويتي. هو هيديها لنا مخفضه. ده جيمي المفروض يقلع هدومه يسيبها على الترابيزه ويمشي. عامه هاديه غالب لما طلعت في بلاند ديتش وقالت ان هي مش هترتبط بحد مش محقق كارير اعتقد ان هي ساعتها كانت تقصد جيمي يعني. لان الموضوع دلوقتي بيميك سنس ان جيمي بعد ما سابها ابتدى البيزنس بتاعه او حاجه. ففي هنا كده ايه عارف انت لما تسيب البنت فتروح الجيم خس اللي هو سبتني. طب اهو مش اكتر مجامله ليه علشان انا ابتديت مع المشروع ده من اول يوم. وانا كمان ابتديت مع المشروع ده. انا كمان ليا شيء. ايه يا جيمي كنسيتني يا جيمي. انا بادي معاك البتاع ده. انا كمان قعدنا ياما ساعات وساعات ياما يا جيمي. انت ايه كان الهدف طبعا ان هو ينجح. ده احنا الابلكيشن ده ليالي وسنين وايام وشهور كنا شغالين فيه مع بعض من الصفر. شفت النيو كولكشن؟ حلوه حلو. شفت المنز وير؟ كمان كده الكلام على نفسك بقى. نتكلم بقى على الحاجات اللي انا بعملها ولا ايه؟ ريد كنت بدي اروح اشتري واحد بس انا مش رح صيف هلا. لا تشتري ما... ايه؟ لا نديك بقى هديه. أيوة. لا 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 اتس ا بزنس. اتس ا بزنس يا شيخ. اتس ا بزنس يا شيخ. مش هتجبوا عليا يعني. انا لما ادخل عندك على الاب يا جيمي هتقول لي ما ادخل ما تدخلي معايا على الاب اعمل لك بان. عم ببني مستقبلي والحمد لله وصلت على مرحلة هلا وين عندي كل الـ support I need. الحمد لله جولاي رح كون ب لما الاكس يعمل موف اون فتبقى متضايق بقى. تبقى مخنوق. والله حاعمل شيء بمصر not confirmed yet. ناطرين الـ approvals. بس so keep you guys posted. ناطرين الـ approvals. انت فين يا فندم؟ احنا ناطرين الـ approvals. ايه؟ ناطرينها والله. هو موقفه قوي دلوقتي. يعني اعتقد هو دلوقتي بقى بني ادم يعني ممكن نعتبره بني ادم. طالما ناطرين الابروفلز ممكن بقى نرجع نبص عليه كبني ادم ونشوفه كخطيب لبنتنا كويس ولا لا. ممكن ناخد بريك شويه؟ ليه انا بتكلم مع جيمي. طيب اتكلموا بقى شويه. لا انا كنت قاصد اسيبهم بصراحه. انا لقيت لا فرصه بقى بعد نسيبهم شويه مع بعض مين عارف. اوكي يلا حبيبي. يلا بالتوفيق. ثانك يو ايمان. شويه
يا جمجم الابلكيشنز والحاجات الحلوه كاتفين دي لما كنا مع بعض. شو فيني اقول لك؟ السوق تعبان. ها؟ السوق تعبان. شو فيني اقول لك؟ ما بدنا السوق، ما بدنا. بعرف حرقصة، بعرف ضحكة وبغنجة. أنا فتش أي حاجة، بس حاسس إن أنا نفسي في واحد شاورما لبناني. جالي نوستالجيا كده، إحساس إنه إيه ده، إتس أ فاميليار فيلينج. بتتكلم عنه ليه كأنه رمضان مثلاً، أو بيت جدك، أو أغنية الوردة. Work. We're launching a new product. أنا خلاص قلتها قبل كده، يعني مفيش حاجة عندك غير we're launching a new product, we're launching a new مش عارف إيه. We're doing a هادية غير بيتش. انا كول حلو. خلي ده يبقى رد فعلك لما تقول لحد انت عامل شاطئ حلو. انا لو حد قال لي كده انا هد الشاطئ دلوقتي. امي لا اي didn't tell you this idea got لي when did I get this idea last year when oh صح دايما كنت سند على هاديه بالبراند تبعها كنت وراها personal life كنت وراها هاديه you'd be surprised at the back I know your ins and outs well, I know how you think كنا ما بعد 3 سنين حافظك. ايوه يا جمجم عارف انا عارف انا حاجات البنات عارف انا حاجات الانتربرينورز دي عارف البيتش انا مفيش حد غيري حافظ. انا كنت مش من هذا كنت مغروم فيك انا نو everything كنت I knew how to make it up. So not don't be surprised I remember a lot of things about you. بعشقك دي سعيد انت بصليش كده بصليش كده بقى لحسن اقف في حبك تاني تخيلي انه لسه في شويه فيلينجز. You happy؟ الحمد لله. المخرج مخرج ذكي برضه اللي هو ار يو هابي راح تبص كده الحمد لله عايز يقول يعني ان هي فاهمين اللي هو ذات مؤمن بقى لما تبقى من بره ومن جوه واللحمه من بره تندر بس من جوه جوسي. All I'm saying is and now I'm getting excited because I want you to see what the hell I've done. خلاص يا عم انت انت عملت وهي عملت وانت هي عملت وانت عملت هو هي خناقه هو احنا في شارك تانك هنا ما خلصنا بقى بابي هيبسط لك قوي for anything you do. لا بس هو نرجع بقى للقبر الراي ده هو ده بقى هو ده عزة ابو عوف والممثله اللي انا مش فاكر اسمها اسمها حاجه عز العرب تقريبا تحس كده ان هو لطيف ما هو طيب حنين على هاديه يعني عشره برضه قاصد اسيبهم بصراحه علشان يعني بقالهم دلوقتي سايبين بعض فتره كفايه محتاجين وقت يرتبوا امورهم. انا ابتديت اشتغل وانا عندي 19 سنه بنيت نفسي وانا في الايرلي 20s يعني انا لو كنت قابلته انا 27 وهو 36 38 وصل اللي هو عاوز يوصل له كنا ممكن نكمل بس انا قابلته وهو لسه بيبتدي. هو فين المشكله لا بجد هو فين المشكله يعني لو انت كنت شايفه ان هو بيشتغل على نفسه وبجد بيحاول يعمل حاجه كان لازم تؤمني بيه كملي معاه لحد ما يوصل لهدفك. انت عايزه تبقي مع حد عالجاهز على طول ليه يبقى معاكي ما الجاهز الغني ده برضو هيبقى عايز حد كان معاه وبيحبه من الاول يعني هادي بجد ساعات بتقول حاجات مستفزه يعني حاجات بجد تعصب انا مش عارف ده ايه يعني انا مش عارف ده مقصود ولا مش مقصود ولا ايه بس ده اللي بيعصب الناس دي الحاجات اللي بتثير الجدل دي الحاجات اللي بتخلي الناس متضايقه مني مفيش حد بيقول كده مفيش حد بيقول ان هو عايز حد على الجاهز حد اوريدي حقق احلامه وطموحاته طب وبعدين يعني هو الفكره اصلا في المشوار يعني في الرحله ان احنا بنرتبط اصلا عشان رحلتنا تبقى اخف اهدى يعني بعدين توات ليميت يعني هتبقي مع حد مثلا معاه كام مليون او ايه حلمه ممكن حد يبقى حلمه مثلا ان هو عايز يعيش في شقه ويعمل اسره كويسه وخلاص وممكن حد يبقى زيك ممكن حد يبقى اغنى منك بكتير قوي طب ايه يعني ايه المقياس كان ممكن تقولي ده بطريقه احسن كان ممكن تقولي ان هو ان انت كنت شايفه ان هو ما عندوش طموح مثلا فاه مثلا الناس هنا كانت تفهمك ان مفيش حد يحب يبقى مع حد ما عندوش طموح بس مش حاسس ان انا مش عايز ابقى مع حد مش زي في الانجازات ايه الانجازات اصلا فلوس يعني ما فلوس إيه ما فلوس بتروح وتيجي يعني ومش مقياس لاي حاجه يعني واعتقد جيمي يعني مش شكله هيئته يعني اكيد مقتدر يعني وعنده بيت يعني شكله يعني مش صفر يعني فما ما تقوليش كده لان الحاجات دي هي اللي بتخلي الناس تتاك. Until this day I don't know if I can forgive you for announcing that we broke up. I had to say to the world للأسف it's the chapter for now ended. I have to say to the world دي حاجة فعلا الناس كلها كانت مستنياها أنا فعلا العالم كله مستني لازم أعلن للعالم كله الجماهير العريضة كلها كانت مستنية تعرف احنا علاقتنا ايه بنات وقت أنا تركت خلاص
بدون يتعرفوا علي بدون رقم. ماشي يا جي. طب مخلص بقى ايه اول ما سبتها بنات وبزنس وفلوس وعملت فورمة وخسيت خلاص يا عم؟ طيب وانا كمان كان في ولاد عادي يعني. طب وانا كمان عندي ولاد نين بفعل لنا صبا بعض. ماشي يا جمجم. تمين نعرف تركتك وقتا you launch the business. Now you launch the business, make it a successful فرجير. شوفك تعمل. انت انسان كويس جنون طيب لذيذ. العقبة الوحيدة اللي ما بيننا الحياة العملية. لو زبطت المشكلة الحقيقية اللي عندنا لما يبقى معاك فلوس تعال نتكلم. لما يبقى معاك جي واجن تعال نشوف الكلام على ايه. متأكدة العربية خلصت يعني؟ ايوه. هو الراجل قال لي ان احنا نروح ناخدها النهاردة. انا متحمسة قوي يا بابا. اخترت لونين صعبين جدا. وحتى الراجل بتاع الجراج قال لي لا. الراجل بتاع الجراج قال لي ايه العبط اللي انت عاملاه ده مدام؟ ايه الهبل ده؟ انا مستحيل اعمل حاجه زي كده. هي بالنسبه لي مش حاجه ماتيرياليستك على قد ما هي اليمنت بتفكرني بكل الشغل اللي انا عملته من وانا عندي 19 سنه. كنترول يور سيلف شويه يعني. مش معقوله انا اصلا مش بصرف خالص في اي حاجه. مامي قولي حاجه. انا اقول يا طارق ساعديني شويه. انا عماله اقول يا بنتي من حكم في ماله فما ظلم. مش كده. هل انا بصرف في اي حاجه؟ لا ما بتصرفيش في اي حاجه. ده انا وبعدين ما خلاص يا طارق سيبها براحتها بقى ما تقعدش تسم بدنها خلاص. انتوا ايه انتوا الاثنين على الراجل يعني تكتروا عليه؟ انا ما اشتريتش في حياتي غير حاجتين غاليين العربيه وجيمي. اشتريت العربيه وجيمي. وجيمي بعته في السنه اللي فاتت. دلوقتي اهم وقت كل الاسهم في الارض. حاضر يا بابي حاضر. 5% تعرفي على طول ان الاسهم هتنزل في الارض. الراجل بيتكلم في الصح ومظبوط والجد والجو. 5% تقعد 4% 3% ده على فكره اتضح بقى ان ابوكي مش عنده حب السيطره على الفلوس اللي بيديها لنا بس. لا ده على كل الناس. الراجل بيديكوا درس في الاقتصاد بدل ما تضيعوا فلوس في الارض تشتروا اسهم تنفعكوا. الراجل بيقول بيتكلم في الصح. انتوا ايه في ايه؟ ما تبوش كده بقى مع الراجل بقى. انا هعيط والله. الراجل بجد يعني طيب قوي على البنتين دول والله. وتحسوا ان هو في مستوى اجتماعي اصلا غيرهم يعني. حرام والله اللي بتعملوه معاك. طب لبسوه حتى حاجات بتترتر زيكم كده ولا اتكلموا معاه عادي شويه. مش عايز ادخليك جروب هاديه. خليني ساكت بقى. انت بتغني دي لبابي؟ انا بغني حاجه لابوكي؟ ايوه. همشيك مسطره هخليك لو شفت الشارع متني تبص لورا. انا الراجل ده نفسي نعمل له. ممكن نكتب في الكومنتات طارق غالب راجل جدع. دي حلوه. ايه ظبطتيها ازاي دي؟ يخرب عقلك. ده انت دماغك سم جبتيها بالظبط. اكسايتد. يلا. انا مرعوبه خايفه الموبايل يقع من ايدي والله من الخضه. بسم الله الرحمن الرحيم. بيت عقلك وبيت سنينك يا الخرجة. هي ليه العربية من فوق حاجة ومن تحت حاجة تاني؟ وليه يعني ليه اللونين ملهمش علاقة ببعض يعني اورنج وبينك؟ حسيت حقيقي I was shaking كأني دخلت بروبوزل بانجيجمنت رينج جديد. او ماي جاد. العربية بتحسها عربية كلاونز. جرانيتا. انت مصرة تبقي مثيرة للجدل. العربية بقت شبه امها من فوق برتقاني و من تحت لوان تانية. صراحة جميل. الراجل بيقول الصراحة جميل. والله انت طيب يا حاج. والله يا حاج انت فوق راسي والله. اديني الكارت انا وهادي هنطلع على المول بقى وانت خلص شغل وتعالى. تحفة. ما ده اسمه كلام؟ اه. هات ده. ادينا بس انت الكريدت كارد وروح اختفي دلوقتي. انا دلعت نفسي بموضوع العربيه فقلت ادلع مامي هي كمان واخدها بقى اكتر حاجه بتحب تعملها شوبينج. طب وبابي؟ بابي مش من حقه يتدلع يعني ولا ايه؟ اكيد اتجننتي في نفوخ. ايوه. لا ما يلاقش مع لون شعري خالص. It is exactly the point. لا 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 هدي يا امي ده مش لون عربيه تقعدي تجربي فيه تلعبي فيه. اه شفتها الصبح ما رضيتش اضايقك. شفتيها؟ اه والله مصحف شفتها. ايه ده؟ مش عارفه ازاي ده حاجه طبيعي. ليه ما بتقوليش؟ تقولي بيلي معروف ما تتكديش عليا زي ما متنكد عليكي. خلاص ارمي ورا ظهرك بقى يا هاتي. يا بنتي دي بابليستي. خير ده يا بنتي ده ما بتسيسها. عد الدنيا ماشي الدنيا فكك. بابي هبعت لك لينك واحده على الفيسبوك عامله فيديو جايب 2 مليون فيوز في 10 ساعات حاطه ان هي مشتريه حاجه من عندنا حاجه احنا اصلا مش بنعملها. انا هسيب لها كومنت على الفيديو. الموضوع عصبني اكتر واكتر لان الفيديو جايب 2 مليون فيوز. ده اللي عصبني يعني. انا فيديوهاتي نفسها ما بتجيبش 2 مليون فيوز. مش عارف ازاي قدرت تجيب الرقم ده. هارد. سلام.
Sorry, it's declined. Oh, really? No, can you try again with the code and everything? Because شو تجربي تاني كده؟ Maybe. Sorry, it's declined. هو انت ايه؟ Sorry, it's declined. Sorry, it's declined. ما فيش غير الجملة دي في السكريبت. واحنا على الكاشير الكارت declined. ما خدنا بالنا. ثلاثة. Sorry. هو ايه هو انت مع المكنة؟ يعني انا لو قدامي دي همسكها كلها علقة. انا ولا هدفع ولا همسكها اضربها. ايه السذاجة دي؟ باباكي لغالي الكروت خلاص. توكسيك. خاف مني. توكسيك الراجل ده بجد. كلميه. هو عارفني. عارفني هو تلاقيه حاطط ليميت عشان ما تعداش البادج. حركات فلاحين دي حركات فلاحين توكسيك. دلوقتي انا مش عامل ليميت عشانك انت بس عشان برضك الهاكرز. هاكرز ايه؟ ماشي اوكي هاكرز وكل حاجة بس انا عارفة بابي يعني. عارفة بابي يعني انا عارفة بخيل يعني ليميت وشغل ضيق كده. افتحوا لي خمس دقايق قبل الهاكرز ما يلحقوا. افتحوا لي خمس هو باب. هو باب بيتفتح خمس دقايق. خلاص يعني مش لازم تتجوزي. 150 درهم. لا بسيطة. بسيطة صح؟ شفت انا حنينة ازاي؟ درهم بسيطة. استنى بس عشان ما نغلطش لا في المقاس ولا في اللون. خد بقى. سيلكت سايز. ايوه اطلب ده. 32 اصغر حاجة؟ اه. المهم 32 كبير قوي. انت تعرف اكتر مني؟ لا مش معقول يا رب التحكم حتى في اللبس على طول. راجل صعب الفلوس. راجل خانقه انا عارف حاسس بيكي. طلقي لازم تطلب الطلاق دلوقتي. ده الوقت بقى المناسب لما الراجل يحط ليميت على الكريدت كارد ما تناميش معاه في سرير واحد. ربطني في ايه؟ اي مفيش مبلغ بيبقى فيني غير لما بتصرفيه. خلاص يا طارق مفيش فايده. امر لله من قبل ومن بعد. معلش يا حاج معلش ال- 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 الحاله بقت صعبه. اضطريت ارجع بقى وكان مفيش حاجه حصلت لان عايزين نتكلم في موضوع اهم. هنعمل ايه في الساحل؟ انا قلقانه منه قوي. هنعمل ايه بقى في الساحل بقى؟ هنعمل ايه في الكريدت كاردز المقفوله دي؟ ليه خايفه هدي تبقى عصبيه شويه؟ هي كده كده عندها الايفنت بتاع المحل الجديد. الايفنت بتاع المحل دايما الاب كده مهما ولاده عملوا حاجات تلاقيه بيلخصها في جمل كده اللي هو هي عملت براند وبتاعه بالنسبه له عملت محل عادي. الدكانه اللي فتحها دي ما هي دي كل حاجات موتره بس برضك بتشغلها وبتنبسط بتقابل ناس جديده. الانفلونسر هيجوا. الانفلونسر هيجوا. الانفلونسر هيجوا هي الدنيا هتظبط يعني اعتقد الانفلونسر بيظبطوا الدنيا. بحب شغلي قوي. ده شوت بعنوان بحب شغلي قوي. مشهد بحب شغلي قوي ومش بحبه في نفس الوقت. طول ما انا قاعده بشتغل تبعت ميد تم تو دو ليست الحاجات المرهقه دي. نوران انت ما نزلتيش التيزر بتاع النهارده اللي هو تيزر نمبر 3. عايزين ننزل كده شويه ستوريز. عايزاكي تبصي في الاركايف الحاجات اللي انا نزلتها. صعب صعب الشغل صعب. انا بس يعني المشهد ده كان ممكن يصوروه في حته تانية غير السرير يعني ما كانش لازم يعني المشهد ده يتصور على السرير. ممكن نبينها تعبانة في شغلها في حتة ثانية يعني مش مستفزة كده. ايه هات يا هلا هلا I'm sure you're filming right now بس انا finished a meeting I was scrolling through TikTok جمجم and I saw your new TikTok with your short hair جمجو. So I'd say that hope this voice line brings a big smile to your beautiful face and hope you're having a great day. Hi Jimmy how are you? Thank you but you are still شحات. يلا see you soon. Thank you for the message. انا قبل ما يبعتها حسيت ان هو هيبعت لي حاجه لان انا حسيت ان جيمي لما شافني حن نوستالجا جالي بوكيه احمر كبير. في النهاية عايز أقول كل الدعم والحب والتقدير لطارق غالب. ندعي له في كومنتات يا جماعة وطبعا برضو عايزين ندعي الهادية ربنا إن شاء الله يعدي السيف على خير. مشاكل انتربرينورز حقيقية وموجودة تحترم عادي. كل الناس عندها مشاكل مهما كانت طبيعتها الاجتماعية إيه مهما كانت بتعمل إيه في حياتها أو فين في حياتها عادي. موضوع مستفز بس it's real. في النهاية عايز أقول لو الفيديو ده عجبكو اعملوا لايك. لو عايزين نكمل ريالتي شو ده ونرياكت على بقية الحلقات اعملوا لايك وقولوا لي في الكومنتات. Thank you. Peace out.